يدخل المنتخب الوطني الأول لكرة اليد مواجهة هامة حيث يلتقي نظيره البحريني في تمام الرابعة والنصف مساء في الجولة الثانية من الدور الرئيسي لبطولة العالم المقامة حاليا في السويد وبولندا. ويدخل منتخب مصر مباراة اليوم رافعا شعار لا بديل عن الفوز ومواصلة الانتصارات لضمان التأهل للدور ربع النهائي، حيث حقق منتخب مصر 4 انتصارات في البطولة وتصدر مجموعته في الدور التمهيدي بالعلامة الكاملة بعد الفوز على كرواتيا والمغرب والولايات المتحدة، ثم الفوز على بلجيكا في أولى مواجهات الدور الرئيسي بنتيجة 33-28.